بعض المشاهد بالدراما السورية زعجت الجمهور بسبب العنف والدم أو الرقص والدعارة. شو رأيك بهاي المشاهد وهل هي بتشبه الواقع فعلا؟ أنا لا، بس كأولاد صغار أو أطفال بتزعجهم أكيد هالشغلة أو بتأثر فيهم نفسيا. هلأ كرمضان يعني ما بصير هو، بس إنه يعني إنه جو إنه بعد فطور إنه عادي ما بيأثر إنه زال واحد بعد فطور شاف هيك شغلة. لا بتشبه واقعنا بس مبالغ فيها شوي، يعني في مشاهد لازم إذا كان في أطفال ما يكونوا موجودين. هلا في إيجابيات أكيد، يعني في مثلا مثل الدفاع عن النفس، في حقوق يعني تاكلت وهيك. أنا هيك رأيي ما بعرف، أكيد لا أكيد لا مو بهذا الشهر الفضيل يعني، بس كمان يعني نحن يعني تعودنا إنه نحن ما نحضر مسلسلات غير بهذا الشهر، يعني نحن ننطر رمضان لحتى نحضر هاي المسلسلات، بس يعني كان مبالغ فيها. هي الشغلات موجودة بالحقيقة إجباري، يعني هي العمل الدرامي لازم يتضمن مشاهد وهي واقعية أساسا، بس في ناس ما بيتقبلوا يشوفوها، في ناس عايشينها يعني هن فهني بيتقبلوا يشوفوها. الناس إذا شافوها بالدراما الأجنبية عادي بيتقبلوا الموضوع، بس لأنه نحن صارت إنه عربية خلاص ما بيتقبلون. لا 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 ما في شيء، هاي المشاهد هذا مسلسل بالنهاية، هو بس هو بالنهاية مسلسل يعني عم يحكي قصة واقع تمام، وبالواقع بكل دراما في هذا الشيء. بعد عم نشوف أفلام عنف أحيانا تمام على أكشن أو على NBC 2 أو كذا، كمان عم نتابع هاي الأفلام نحنا وكلها دم وكلها أكشن، يعني هذا الشيء واقعي بالمسلسلات أو بالأفلام أو بالتلفزيون حتى، ما دخل فينا بعد الأطفال وفينا نخليهم كمان، ما عندك أي معنى. واقعنا أضرب من هيك بكتير، بالعكس عم يعملوا بالعكس يوضحوا قصص كتير، ما حدا عم يتفرج على المسلسلات أصلاً، الجيل عم ينتزع من النت بشكل عام، ما ناطر المسلسل يعني. طبعاً ضد، لأنه هذا بيأثر على المجتمع، على أولادنا، على اللي بيتفرجوا عليه، كونه له سلبيات فالمفروض يكون محظور أو مراقب يعني. لا أكيد لا، طبعاً نحن عم نمر هلا بمرحلة كتير صعبة ومرحلة انتقالية هي، لأنه هي تداعيات لوقت كان كتير صعب، فنحن المفروض نكون مسيطرين عليه، ما نكون إنه نصور الواقع، لازم نحاول نغيره للواقع. لا أكيد يعني هلا ممكن يتطرقوا شوي للعنف، ما يحطوه بهالشكل يكون هدفه، لأنه نحن بنعرف إنه مستهدفين بسوريا، فهذا بيكون مثل هدفهم أنهم يظهروا بس هالشغلات السلبية الموجودة عنا، يكون هدف. لا أنا ما بس شوف هيك مواضيع ما بقربها يعني. أنا عم تابع مسلسلات بديعة، فهو بالعكس عم يجسد الواقع، بس يعني عم يجسده بكل، يعني هيك عم يصير، ما عم يعني ما عم يزيدوا أبدا شيء، بالعكس تمثيل كتير رائع يعني، مسلسل جدا حلو. هلا شوي يعني هيك عاملين خد وعين يعني بين مطابقين بين هون وهون، هي فعلا تشبه واقعنا، ما عم يجيبوا شيء من الخيال يعني، كل شيء عم يحكوا عنه عم بصير اكثر من هيك، بالعكس يعني تمثيله كان في ابداع بالتمثيل وبالعرض، تشبهوا اكثر واقعنا اكثر من هيك يعني، ما جابوا شيء من الخيال. بس هون كمان عم يعرضوا النتائج السلبيه لهالامور، يعني ما عم يعرضوا بس انه الافعال السيئه، عم يعرضوا نتائج سلبيه لها كمان حسب كل شخص ووعيه، يعني هن كمان الناس عم تشوف هالشيء قدام عيونها، فحسب كل شخص ووعيه، إذا ما شافوا بالمسلسل عم بيشوفوا بالواقع. أنا بالنسبة لكل المشاهد اللي لا تشبه واقعنا يجب أن تزال أو ما تنعاد يعني. الشيء اللي بيوافق مجتمعنا أوكي واي نوت. يعني أنا دائما مع الشيء اللي بيكون قريب من واقعنا، وإحنا ما في عنا بواقعنا هالمشاهد هي. فأنا بعتقد إنه تكون المشاهد بلطافة وبيكون فيها محبة، أفضل ما يكون فيها عنف ويكون فيها مشاهد ممكن يعني تكون مسيئة للي عم يتلقى هالمشاهد هاي. هلق لا تجي تشبه واقعنا، يعني في مشاهد هي بتشبه واقعنا، بس نحن بحاجة إنه نغير هاي المشاهد شوي، يعني العالم مش ناقصها بعد. لا للأمانة وبمصداقية أنا بحب لهي المشاهد، يعني متابعها وعم بتفاعل معها بشكل كتير كبير، وحتى الناس بالطريق كلها عم تتفاعل معه، يعني دائما بنشوف نحن على السوشيال ميديا جدال انه بين ايه وبين لا، حتى اللي عم ينتقد هاي المشاهد عم يتابعها والمصطلحات عم يحكيها. والله يعني نحن من زمان من فتره يعني ماضيه كانت قبل 2000 كانت الرقابه ما تطلع كلمه بالاغنيه ما تكون هي موافقه عليها، وكان في انضباط بهالموضوع. هلا ما بنعرف شو اللي صاير، يعني ما حقدر احكي يعني انه افساد المجتمع او كذا، لانه هي الشغله اكيد ما بتكون على حدا، اكيد بالتالي هن بيعرفوا شو لازم يساووا المعنيين بالامر، وبيرجعوا بقى لمراقبتهم والانضباط اللي موجود، لانه هذا الشيء بياثر على طبيعه المجتمع وتربيه الاطفال وتربيه الاولاد، الاسره تكون
التفكك اللي عم نشوفه اللي عم يصير بسبب هالقصص هاي. هلا هي المشاهد بتشجع الناس انه تعمل الغلط، وبالنتيجه هالغلط هذا لو بتيجي انت على الارض الواقع هو غلط، ما في شيء يعني ما تفكري انه حتستمتع فيه انه ندخن ولا راح على المرقص ولا راح على الكباريه ولا كذا. اغلب المشاكل اصلا بتصير وال يعني الاعمال الاجراميه بتصير بالمناطق هذيك. ما شفتي واحد رايح ماشي دغري بطريقه السوي وصار عليه اي مشكله؟ ابدا ابدا، لا انسرق ولا انضرب ولا انهان ولا شيء. بينما المشاكل وين بتصير؟ بهالبؤره هي الموجوده بهنيك. طيب هلا بصراحه هذا الشيء ما بيجوز، هذا الشيء تمام. هلا خاصه برمضان، بشهر رمضان، لو غير اشهر مثلا فيه وما فيه يعني، عرفتي؟ بس خاصه بشهر رمضان ما بصير على عرض هذا اللي عم بيصير، مثلا مشاهد العنف ومشاهد الدعاره. انا شفت في مسلسل كان اولاد بديعه، ما بعرف شو هذا المسلسل، كان فيه شوي مثل لقطات يعني تمام عنف وشغلات جنسيه يعني. وهلا بس مثال العائله مثلا نبرخ مع بعض وهيك تمام، بيشاهدوا المسلسلات هي، انه هو ظابطه مثلا الام او الاخت او الولاد الصغار بيشاهدوا الافلام هي تمام. هي الافلام كلها فوق سن 18، خاصه يعني على الاغلب، على الاغلب ما بيجوز هالشيء. رايي انه اللي عنده اولاد وبيخاف على اولاده وشايف المسلسل انه في هيك امور، فما لازم يخليه من الاساس يخليه يشوفها تمام. هي اول شغله. ثاني شغله، هذا مجرد تمثيل، وهذا الواقع اللي احنا عم نحكي الواقع اللي هو تمثيل وواقع سوا. فالولد اذا انت خايف على تربيه ابنك او خايف على ابنك من هيك مشاهد، فالمفروض انت ما تخليه من الاساس يقعد يتفرج على هيك شغلات.